متابعين معكم مشاهدينا، وهلا بنستقبل دكتور باسم بواب نائب رئيس شركه رفيق بواب. اهلا وسهلا فيك دكتور. يعني بتعرف هلا نحن فصل الشتاء، واهم شيء فصل الشتاء نتاكد من سلامه الدولي، وخصوصا انه الطرقات للاسف بلبنان ما كثير بيساعدونا. طبعاً. خبرنا بدايه او عرفنا عن شركه رفيق بواب. رفيق بواب وشركاء تاسس سنه 1983 وبلشت بماركة واحدة بالدوليب كانت اسمها سامبيريت، وهلا الحمد لله صار عندها بحدود 60 ماركة بين دوليب وبطاريات وزيوت. نعم. وكلها حصرية بلبنان وبالمنطقة. نعم. يعني أي علامة تجارية بتمثله دكتور؟ نحن عنا ماركات مهمة مثل إن رويال وماتادور ونكسن ورودستون جودرايد روتوي وإلى آخره. نعم. ومراكز البيع وين موجوده؟ عندنا ب 100 نقطه بلبنان، خلال زبائننا منتشرين بالشمال وجنوب والبقاع وعكار وكل المناطق. نعم. بيروت اكيد. وفي عندنا كمان محلين ريتيل اوتلت جديد اسمه تايرز اند مور. نعم. صار في لنا فرعين، وهلا قريبا في افتتاح فرع ثالث ان شاء الله. نعم. بدنا نشوف، عم نشوف فيديو عن الشركه، شركه رفيق بواب. ليه تشرح لنا هون يا دكتور بواب شو عم نشوف؟ نحن بسنة 2013 عملنا نقلة نوعية بالشركة، اشترينا أرض بمنطقة الدبية بحدود 40,000 متر مربع، وعملناها مركز توزيع تاع كل لبنان من هالمنطقة. في عنا هونيك بحدود تقريباً 72,000 متر مكعب من المساحة للتخزين. نعم. اللي تقريباً بيساعوا بحدود 1000 كونتينر دوليب وبطاريات وزيوت. من هالنقطة منوزع ل 800 مركز توزيع بلبنان وزبونات بلبنان كله. بحدود 80 موظف هلأ في بشركة رفيق بواب، عم بيهتموا بموضوع الإدارة طبعاً، المبيعات، المحاسبة وخدمة الزبائن والتوصيل وغيره. دكتور، شو هو مفهوم إطارات السيارات بشركتكم؟ المفهوم العام. مفهوم نحن أهم شيء عنا بالنسبة النوعية، يعني أي شيء بدنا نستورده على لبنان بالإطارات بده يكون نوعية ممتازة وبتناسب الطرقات اللبنانية، لأنه مش كل الإطارات حتى لو كانت نوعية منيحة ما بتناسب الطرقات اللبنانية، مشان هيك نحن بنختارها بطريقة جيدة جدا ليكون المستهلك عنده ثقة بالإطارات، خصوصا بأيام مثل هاي فصل الشتاء على المي وعلى الثلج. شو بتقول للكل اليوم عن سلامة الإطارات وقديه مهمة؟ سلامة الإطارات من أهم شيء بالسيارات، لأنه هي النقطة الوحيدة اللي بتلتقى فيها السيارة بالطريق. إذا لازم نفحص الإطارات كل فترة شهر، لازم نعير الهواء فيهم كمان كل 15 يوم للشهر ماكسيموم حد أقصى، لازم نغير الدوليب تاعولنا كل فترة 60,000 كيلومتر أو 3 سنين حد أقصى يلي بتسبق. يعني إذا مشينا 60,000 كيلومتر بسنة واحدة لازم نغيرهم، وإذا مشينا عليهم 20,000 بس صار 3 سنين قاطع عليهم كمان لازم نغيرهم. هيك بنكون ضامنين إنه السيارة عندها إطارات جيدة بتقدر توقف على لما بدنا بالمي بالثلج بالوحل بأي فصل بالسنة. يعني أكيد دكتور بيكون في متخصصين أو أصحاب خبرة بالشركة لحتى تنصح الزبون أي إطارات لازم يستخدم حسب السيارة وحسب الطرقات وحسب أكيد حسب وين كمان موجود المستهلك أو الزبون وين بسوق للسيارة. إذا مثلا سيارة بتنساق بمناطق جبلية إلى نقشات معينة من الدوليب، إذا سيارة بالساحل إلى نقشات معينة، وفي طبعا بالفصول كمان صار في واجب لتغيير السيارات بكل العالم. صار في نوعين من الدوليب، شيء بيستعمل بالصيف لست شهور وشيء بيستعمل بالفصل الشتاء. هيدا لازم نحن نهتم فيه اكثر بلبنان. طبعا المناطق الجبليه عم يهتموا فيه، السيارات اللي بالمناطق الجبليه عم تغير دوليبها مرتين بالسنه، بس بعد في كثير محلات عم بيتركوا الدولاب هو ذاته كل السنه. يعني مش كل الزبائن عم بيكون عندهم الوعي الكافي حول نوعيه الاطارات. صحيح. والفترة يلي لازم يتغير من وقت للتاني. طبعا كان نقابي، أنا نائب رئيس نقابة كمان دوليب، كان عم نعمل حملة توعية كل سنة، صرنا 3 سنين عم نعمل حملة توعية بهالموضوع، وأكيد هالسنة كمان في حملة جديدة على الراديو لنوعي المستهلك والسائق اللبناني أنه لازم تغير إطاراتك. إطارات ما فيك تخليها لو ما بتمشي فيها كتير سيارة أكثر من 3 سنين، لانه بتشكل خطر على السلامه العامه. وعم نسمع طبعا بالحوادث والجرحى والقتله اللي عم يصيروا كل يوم على الطرقات اللبنانيه. طيب هون دكتور باسم، نحن يعني شو لازم نعمل؟ يعني كيف لازم نحن نعرف انه هلا صار وقت نغير دولي بالسياره؟
غير انه بتبلش السياره تزحط شو في عوامل ثانيه؟ لازم كل فتره مثل ما قلنا شهرين ثلاثه نمرقها عند حدا اختصاصي محلات الدولي اللي بطرقات على الاسترادات اللبنانيه، بنشوف بنفحص اول شيء الهواء، نتاكد انه ما في شيء دولاب، في مسمار، في برغي، في حجره بقلبه، وكمان هو بيشوف لنا كم مليمتر صاروا، اذا منشفين، اذا الدولاب عنده بالون، اذا اشبه شيء. هذا كل العوامل بقلكم طبعا الخبير بهالموضوع اذا بتتغير او ما لازم تغيره، امتى لازم تغيره. فمهم نحن بس علينا كسائق او كمستهلك نروح على هالمحلات الدوليب نسالهم انه هل دوليبنا بعده منيح مش بعده منيح وامتى لازم نغيرهم. وطبعا دائما نعمل تشيك اب للهواء كل شهر على القليله، لانه الهواء كمان عامل اساسي بتصحيح السيارات. عم تقدروا توصلوا لكافة المناطق اللبنانية لحتى توصلوا هالتوعية، رسالة التوعية لكل اللبنانيين لضمان سلامتهم العامة؟ أكيد نحن مثل ما عم بقول لك على وسائل التواصل الاجتماعي كلها، فيسبوك وتويتر وإنستغرام وغيره، طبعا عم نعمل حملات على الراديو، وعنا كمان بروشيرات وحملات توعية بالمحلات تاعت الدولية. نعم دكتور باسم بواب، حضرتك نجام نذكر نائب رئيس شركة رفيق بواب، نحن نتشكر وجودك معنا اليوم وكل التوفيق لكم. شكرا لكم. يا هلا.